اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم انا وضحى. معاكم ضحى نجاح، ومعايا النهارده ضيفي في الحلقه النهارده دكتور عبد الباقي عزوز، المستشار الاعلامي المتحدث الرسمي للمؤتمر العربي للجوده. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا في ضحى. موضوع حلقتنا النهارده عن المصداقيه المهنيه للاعلام وعن الجوده في الاعلام. وسائل الاعلام هي الكيان الاقوى على وجه الارض، فهي ممكن تخلي المذنبين ابرياء والابرياء مذنبين. قدرتها بتكمن في السيطرة أو التحكم في عقول الجماهير، اللي بيسيطر على الإعلام بيسيطر على العقول. طيب. عندك أي اعتراض على الكلام ده؟ لا بالظبط، ده كلام جميل جدا. طيب من وجهة نظر حضرتك، إيه هي المسؤولية اللي تقع على عاتق الإعلامي يطلع على الشاشة أو سواء بقلم وهو بيكتب في مجلة أو في صحيفة؟ إيه هي مسؤوليته الكبيرة أو الكبرى زي ما بيقولوا؟ أولاً بس دعيني إن أنا بشكرك على استضافتي البرنامج الجميل، برنامج محتوى جيد جدا وبرنامج هادف، وانا دايما بشجع البرامج الهادفه واللي بيكون عندها محتوى وعندها مصداقيه، وهو ده الجزء اللي انت بتتكلمي عليه في فقره النهارده او العنوان بتاع حلقتنا النهارده، اللي هي المصداقيه المهنيه في مجال الاعلام. المصداقيه المطلوبه في الاعلام ان هو مش هنقول ان هو يكون محايد، لا يكون مع ولا يكون ضد، هو الاعلامي المفترض ان هو ما بيفرضش رايه على المشاهد ويسيب المشاهد هو اللي يحكم على المحتوى بتاعه اللي هو بيقدمه من خلال خبرته، من خلال تواصله مع وسائل الاتصال المختلفه، سواء كانت الكترونيه او ورقيه او السوشيال ميديا او ما شابه ذلك. فخلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي ان المهنيه الاعلاميه بتبدا من مرحله تدريب الاعلامي او الطالب حتى في كليه الاعلام. تمام. من بدايه معرفتك او من بدايه وصولك انك انت خلاص اتخرجت وانت طالب اعلامي وهتشتغل في بعض القنوات الاعلاميه او الفضائيه او في مجال الصحف او في اي حاجه، لازم انك انت تتمتع بان يكون عندك مصداقيه بشكل كامل جدا. اول حاجه انك انت تتحقق من الخبر، لازم يكون عندك مش اي مكان تاخد منه الخبر وتنشره. لازم اشوف المصدر ده منين، وايه المصادر المعتمده او الرسميه في الدوله اللي انا بشتغل فيها. تمام. وايه المصادر اللي هي مش رسميه؟ في ناس كتير جدا من اللي بتشتغل في البرامج والاماكن والجرائد والكلام بيعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، فانا عايز اقول لك ان السوشيال ميديا هي مش مصدر رسمي خالص لاي محتوى. يفترض ان الاعلامي البوابات الالكترونيه ويكيبيديا والحاجات دي اصلا مواقع تحريريه، فاي حد ممكن يدخل يعدل عليها ويضيف من عنده، محدش هيرجع وراه. تمام جدا. الجزئيه الثانيه بنقول النهارده عمر المصداقيه ما تيجي الا اذا كان انت عندك رؤيه. احنا بنقول ايه؟ بنقول الاعلامي لازم يكون عنده نولج، ولازم يكون عنده سكيلز، ولازم يكون عنده كاريزما، ولازم يكون عنده حضور، ولازم يكون عنده لباقه، ولازم يكون عنده شياكه. جاوبت على سؤال المواصفات انت كده. لا احنا مع بعض. ايوه احنا مع بعض، بس خلينا نتكلم في نقطه معينه. ماشي. لازم انك انت وانت بتقدم اي محتوى لازم تقدر تشوف انت. مفيش اعلامي في مصر مش مطلوب منه ان هو يكون مع الدوله المصريه. طبعا. مفيش اعلامي في مصر مش مطلوب منه ان هو يتكلم على الانجازات في مصر واللي بيحصل في مصر من تطوير وتنميه وحاجات كتيره جدا. في ناس كتير جدا بتجهل هذه المعلومات سواء كان في داخل مصر او في الدول العربيه او حتى الدول الاجنبيه. تمام. بس مش دول النهارده كاعلام ان انا اطلع النهارده اتكلم في قناه تلفزيونيه واتكلم عن موضوع معين، اطلع واتكلم بقى ان انا شغال الحياه بقى لونها وردي والبلد كل حاجه 100% واحنا كان ما فيش اي مشكله بتحصل. تمام. الكلام ده يمكن قلته في برامج كتير، وقلت ان احنا ما فيش دوله في العالم ما بقاش فيها سلبيات، حتى لو السلبيات دي مش من الجهات المسؤوله في الدوله في الحكومات والكلام ده، ممكن تكون السلبيات دي من الافراد، سلوك افراد. مش شرط سلبيات نهاجمها، ممكن سلبيه بناءه ان احنا بننتقد علشان نبني. برافو عليكي. بالظبط. يبقى انا المفروض النهارده كاعلامي اعمل ايه؟ انا اطلع اتكلم في الانجازات وفي الحاجات اللي هي بتعملها الدوله المصريه، اطلع اتكلم في القوانين اللي بيسنها مجلس النواب النهارده، وابدا افهم عندنا فئات مجتمعيه يا استاذه ضحى، فئات بسيطه جدا هو بيجهل بمعرفته بالقانون وايه احكام القانون وايه المواد الموجوده في القانون. احنا وظيفتنا النهارده كعلم، وظيفه حضرتك ووظيفتي ووظيفه الناس دي كلها ايه؟ نطلع نبسط هذه او نشرح المواد اللي موجوده في القانون دي للناس، ونقول لهم والله ده قانون التصالح ده معناه 1 2 3، وان القانون ده اتعمل عشان خاطر يوفر لك مسكن امن، وعشان خاطر الدوله بتحافظ على حياتك، واتعمل عشان خاطر الدوله عندها خطه تنميه جديده. النهارده الدوله عندها 1500 خطه تطوير ل 1500 قريه على مستوى محافظات مصر كلها. فهم بيعملوا كده، عملوا قانون حظر البناء عشان خاطر ان هو يقفل الحنفيه اللي شغاله في موضوع المخالفات. تمام. ما ينفعش النهارده ان هو عامل قانون تصالح
وفي نفس الوقت سايب المباني شغاله بدون تراخيص وبدون بنيه تحتيه وبدون. فانت النهارده لما تطلعي استاذه دوحه وتتكلمي بصدق وبامانه ويكون عندك حياديه في انك انت تشرحي القوانين وتتكلمي عن التنميه وتتكلمي عن التطوير، هي الدوله محتاجه منك الجزئيه دي. بس في نفس الوقت من الممكن انك انت تبصي تلاقي ان في بعض السلبيات اللي موجوده من بعض الادارات اللي موجوده في الجهات الحكوميه. ده مش معناه النهارده لما تيجي تتكلمي عن مشكله معينه في جهه معينه وفيها تقصير انك انت كده معارضه. طب أنا ممكن ندخل من الحته دي على سؤال. تمام. الحياد صعب ان كل الناس تتمثله او تتمثل بيه. ازاي نقدر نوصل لابسط درجاته مع ان انا كاعلامي المفروض هطلع هساند الدوله في اعمالها في التصليح للدوله؟ ما ينفعش نهاجم لمجرد الهجوم، لازم اقول السلبيات وفي نفس الوقت لازم اخاف مثلا على مصلحه المواطن، في كذا حاجه في نفس الوقت. الاعلامي نفسه بيبقى ليه راي في الموضوع نفسه اللي بيتكلم فيه، فازاي اعرف افصل بين ده وده 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 واطلع اقول راي محايد؟ اولا انا بحييك على السؤال ده، السؤال ده مهم جدا جدا. واحنا عايز اقول لك احنا بنفتقد لموضوع الحياديه. الحياديه مش معناها ان ما يكونش راي. الحيادية معناها ان انا احاول بقدر الامكان ان انا ما اكونش طرف من اطراف الحوار، الا ان انا بدير الحوار فقط لا غير. تمام. فانا يكون عندي حيادية وانا بدير الحوار، ما اجيش على جهة قصاد جهة اخرى حتى لو جهتين متعارضين مع بعض. معنى اخر، النهاردة عندنا جهات اعلامية كتيرة جدا واحنا بنسميها الاعلام المعادي للدولة المصرية بتهاجم في مصر 24 ساعة. بتسب وتقذف وتقول على الجهات المسؤولة في الدولة وعن القيادات وعن الرموز اللي عندنا في الدولة زي ما تقولي بسلبيات وفساد وي والكلام ده كله احنا بنسمعه. طبعا. عندنا على النقيض الاخر عندنا الاعلام المصري، احنا عندنا بعض القنوات بسم الله ما شاء الله قنوات محترمة وبعض الاعلاميين اللي بيجيدوا حتة الحيادية ويقدروا يدافعوا عن الدولة المصرية ولكن باسلوب متحضر وبيلتزم بادب الحوار. وعندنا للأسف بعض القنوات أو بعض البرامج اللي بترد وأنا ما بسميش ده بقى حيادية، أنت ممكن ترد على الطرف الآخر بس تلتزم بأدب الحوار. هو ساعات بيبقى الموضوع بيتطور لمجرد زيادة نسب المشاهدة، أنا عايزة أتشهر باللي أنا بقوله فالناس كلها تشوف مين يتخانق مع مين، مين بيرد على مين، مش بيبقى قصدهم إن هم يقولوا رسالة، بيبقى قصدهم إن هم يطلعوا ويتشافوا أكتر. ده ما بيبقاش إعلام. بالظبط. يعني اللي بيعمل كده أنا بسميه بالظبط زي بالظبط واحد عامل برنامج ويبص يخش على صفحة الفيسبوك ويلاقي مشكله ما بين فنان وفنانه او ما بين مطرب ومطربه او ما بين حد على السوشيال ميديا والموضوع مفرقع الدنيا، على طول ياخد المحتوى من على الفيسبوك يتكلم عليه. ويبدا يتكلم عليه، وده كله عشان ايه زي ما نقول كده بالبلدي كده يركب الترند. طب انت كاعلام انت وصلت ايه؟ انت فدت بلدك بايه؟ فدت المجتمع اللي انت عايش فيه بايه؟ انت على المستوى الشخصي انت مش محترم نفسك اصلا وانت بتطلع تتكلم عن الموضوع ده؟ انت بص على المحتوى اللي انت بتقدمه، هل انت كاعلامي عندك بجد عندك رساله اعلاميه عايز تقولها؟ عندك هدف من الرساله اللي انت عايز تتكلم فيها ديت وتوصلها للناس؟ عايز تفيد بلدك من خلال المحتوى اللي انت بتقدمه ده، ولا انت طالع بس لمجرد انك انت تطلع على شاشه التلفزيون وتطلع وتقدم ومن اجل الشهره وخلاص؟ صدقيني اللي بيعمل كده يا استاذ ضحى هو بيوصل لفتره وممكن يوصل ويعلى نجمه بشكل كبير فجاه، بس صدقيني مع الوقت بيقع، وصدقيني ما حدش بعد كده بيرحمه. والحته اللي انا عايز اكد عليها، اوعي تكوني متخيله ولو نسبه 1% ان المشاهد ده مش ذكي. المشاهد ذكي جدا جدا. حضرتك انت بتقدمي برنامج دلوقتي وبتتكلمي في موضوع معين وتبصي على الكاميرا وتتكلمي مع الناس، المشاهد من خلال نظرات عينيك هو عارف انك انت بتقولي الكلام ده من قلبك ولا بتقوليه نفاقا ورياء ولا بتقوليه وانت متحيزه مع جهه على حساب الاخرى. فلازم كل واحد مننا كان النهارده بيشتغل في مجال الاعلام لازم يلتزم مهنيا بحته ان هو لازم يكون انا البرنامج بتاعي برنامج بيتضامن مع الدوله المصريه، بيتضامن مع كل المشروعات القوميه اللي بتعملها الدوله المصريه ضد الجهات المعادي للدوله المصريه والاعلام المعادي بنسبه 100%، ولكن مع التزامي بادب الحوار التام وانا بعارض، وفي نفس الوقت الناس دي بتقدم فكر هدام. انا كاعلامي وظيفتي اطلع انتقد ودافع فقط، ولا انا اقدم مقترحات وحلول واجابات مقنعه للمشاهد وللجماهير وللناس وللشعوب، ان انا بقول لهم لا والله دي الناس بتتكلم في 1 2 3 وانا كراجل اعلامي بقول لكم الوقت الموضوع الحل بتاعه كذا، وانا عندي مقترح ان احنا نعالج المشاكل الناس بتتكلم عليها، ولكن برضو حجم المشاكل اللي القنوات دي بتتكلم عليها مش بالكلام ده. وانا قلت الكلام ده قبل كده يا استاذ، قلت ما فيش دوله في العالم ولا ما عندهاش مشاكل، ما عندهاش بعض الاخطاء في الادارات المحليه بتاعتها، ما عندهاش جزء ولو بسيط من امال لو ما فيش فساد
ولو ما فيش تقصير ولو ما فيش سلبيات الاجهزه بتاعتنا والوسائل بتاعتنا تشتغل ازاي؟ ولازم يكون في حاجه يبقى في كوسكوزه كده فوق الدول. بالظبط. انت ممكن تتكلمي يا استاذ ضحى تعرضي مشكله في القناه بتاعتك والمشكله دي بيكون مواطن اتعرض لظلم ما او حق من حقوقه شايف ان هو محتاج يعني ياخد حقه من الجهه الحكوميه دي او من الجهه الكلام ده، تطلعي تتكلمي وتتكلمي على مع المسؤولين وتتكلمي مع الحكومه وتوجهي رسالتك وتنجي وتقولي وتعرضي المشكله بالاوراق والمستندات وكل حاجه. لو حضرتك مهنيه وتلتزمي بادب الحوار مع الجهات المسؤوله في الدوله وبتعرضي عليهم المشكله باوراق ومستندات ومصادر موثوق منها 100% وبتخاطبيهم وبتعملي كل محاولاتك انك تحلي المشكله دي، صدقيني هتلاقي الجهات المسؤوله في الدوله او الجهات الحكوميه في الدوله بتتعاون معاكي وبتقدري جدا وبتحلك المشكله. يمكن انا من قناه الصحه والجمال وده بيتي يعني، يمكن عملت برنامجين في القناه هنا زمان وكنت بجيب بعض المشكلات اللي اتعرض لها بعض الناس في اماكن معينه، وقبل ما بفكر في ان انا اجيب مشكله استاذ ضحى واعرضها ونقول احنا عملنا مشكله وسخنا الناس على لا ما بيبقاش الهدف كده. انا قبل اي حاجه بعرف مين اطراف المشكله وايه الجهات المسؤوله في الدوله لحل هذه المشكله، وابدا اتواصل مع المسؤولين. لو ما فيش حد مسؤول هيرد على المشكله ديت وهيتعاون معايا او يقول لي هو المشكله عندك ولا مش عندك ولا عند المواطن، وطب لو هي عندك او عند المواطن انت كدورك كمسؤول هتحلها ازاي، انا مش بعرض المشكله اصلا، لان ما ينفعش ان انا اتكلم في حاجه هي ملهاش اساس من الصحه. فده دورك ودوري ودور كل الاعلاميين الموجودين ان هم يلتزموا المهنيه والحياديه. اتكلم في مشكله واتكلم في ايجابيات، هتتكلم في مشكله اعرضها بادب حوار واعرض باوراق ومستندات ومصادر موثوق منها. ده اللي انا عايز اوصله. اتفقنا، هنطلع فاصل ونرجع تاني. طيب رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعايا ضيفي في الحلقه النهارده دكتور عبد الباقي عزوز المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي للمؤتمر العربي للجوده. اهلا بيك تاني. الله يخليك. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ركوب الترند والموجه والسوشيال ميديا، كميه الابلكيشنز اللي نازله بقى فيسبوك انستجرام تيك توك، الحاجات دي بيطلع عليها كميه ناس بتقول كميه معلومات وطالعه واخده الموضوع منصه كامله ليهم كانهم إذاعة أو تلفزيون أو مجلة أو صحيفة. الناس ما بيبقاش ليه عليها رقابة، هو كل الابلكيشن بيبقى ليه على رقابة على كمستوى الابلكيشن، لكن الكلام اللي بيطلع والناس بتصدقه والإشاعات اللي بتطلع ليه ما بيبقاش الكلام ده عليه رقابة أصلا، وليه ما بيترجعوش، وليه ما بتروحش وتيجي مع وسائل أجهزة الرقابة في الدولة؟ بص، موضوع السوشيال ميديا والمنصات اللي حضرتك بتتكلمي عليها والموجوده النهارده بيستخدمها الاطفال وبيستخدمها الكبار وبيستخدمها كل فئات المجتمع المختلفه، ده انا بسميها دي كارثه ان احنا نصدق المواقع دي. ده احنا بنقول لسه بنقول يا جماعه ان احنا اي خبر بنسمعه في اي معلومه الجهات دي كلها ما تعتبرش جهات رسميه، فبالتالي اي موضوع بيتعرض على المنصات دي المفترض ان احنا كده كمصريين او كمجتمع عربي ما نصدقش الكلام ده خالص. ما نصدق في بعض الناس بتطلع على المنصات دي وبتتكلم في مشاكل حقيقيه او بتتكلم في موضوعات يعني بتمس الواقع بشكل مش الكل. بس احنا بقى بنتكلم في المشكله في فينا احنا كمواطنين يعني كاسره وكمجتمع وكبيئه بنعيش فيها. المشكله في ان احنا بنستخدم السوشيال ميديا بشكل خاطئ. الحاجات دي ممكن نستخدمها بشكل جيد جدا، يعني انا ممكن استخدم الانستجرام، استخدم الفيسبوك، استخدم اليوتيوب، استخدم كل المنصات ديت وابدا ان انا اعمل محتوى كويس زي ما بعمل برنامج بالظبط على قناه فضائيه وبقدم فيه محتوى ليه رساله وليه هدف عايز احققه، وما عنديش الامكانيات، ما فيش قناه تقدر تنتج لي، ما فيش الكلام ده، فبقى ما قداميش الا منصه اعلاميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وببدا اعمل على الفيسبوك او اليوتيوب او اي منصه من المنصات دي. مش يعني البرامج دي في الاصل هي معموله انك انت تستفاد منها، مش معموله انك انت تستخدمها بشكل خاطئ. لكن المشكله النهارده، تعالي بقى النهارده كل حتى رب اسره او ولي امر عنده 3 4 اطفال هتلاقي كل ولد معاه موبايل او معاه تابلت وقاعد اللي فاتح
الفيسبوك واللي فاتح الانستجرام واللي فاتح المواقع دي كلها وقاعد شغال 24 ساعه لحد الذاكره بتاع الطفل ما تبدا تتاثر تتاثر بهذا الموضوع بشكل كبير جدا. فهي انا عايز اقول المشكله مش في تواجد الابلكيشن المختلفه دي، فكره في الاستخدام، المشكله في الاستخدام عندنا ان احنا بنستخدم التكنولوجيا بشكل خاطئ. ممكن بقى نطلع من دي على حته تانية. نعم. لو احنا شايفين ان مثلا ملهاش رقابه غير نفسنا، فازاي المواطن نفسه نربي عنده الوعي ان هو يفرق ان الخبر ده صح، الخبر ده غلط، الخبر ده مجرد اشاعه واهيه، الخبر ده لا حقيقه، وان دي مصادر، ازاي يعرفوا يفرقوا؟ برافو عليك، سؤال جميل جدا جدا. بص بقى، التحقق من المصداقيه في الخبر بتتطلب وعي من المواطن نفسه. بالزبط. تمام. اول حاجه زي ما بقول لحضرتك كده ان هو لازم يبقى عارف ومتاكد ان كل وسائل التواصل الاجتماعي هي مش مصادر رسميه للاخبار. لو هو عنده المعلومه دي، لما هيشوف حد عامل شير لبوست معين بيتكلم عن مشكله معينه، هيبدا ان هو يتحقق الاول من الدقه بتاعه البوست ده. تمام. مش على طول اول ما يشوف واحد بيتكلم في مشكله او بنت طالعه على السوشيال ميديا بتاعته وعندها مشكله معينه، وهي ممكن تكون بتكذب او بتطلع مشكله عشان تبين سلبيه معينه في المجتمع او الدوله اللي هي بتعيش فيها، على طول انا بالعاطفه بتاعتي كمواطن مصري على طول بعمل شير من غير اصلا ما افكر هل البوست ده والكلام اللي موجود فيه ده صح ولا خطا. ده بيحصل. طب نتكلم في الجزئيه الثانيه بقى، موضوع دور الاجهزه الرقابيه على المجتمع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والكلام ده كله. طبعا الدور ده موجود، ولكن زي ما قلنا احنا عايزين نكثف بقى عمليات الرقابه على هذه المواقع بشكل كبير جدا. يعني يبقى في كنترول في الابلكيشن اللي بتستخدم. في دول كتير جدا بتمنع بعض التطبيقات ديت من وجودها اصلا في الدوله. يعني احنا عندنا في مصر مش زي الامارات، مش زي السعوديه، مش زي مش كل الابلكيشنز اللي بتشوفيها عندنا هنا في مصر هي اللي موجوده في دول اخرى. في دول بتمنع الواتساب، في دول تمنع المواقع الثانيه سناب شات والحاجات دي كلها، وفي دول فاتحاها على البحر زي ما بيقولوا، مش فارقه معاها المجتمع. تمام. فاحنا بنوجه رسالتنا للاجهزه الرقابيه الموجوده في الدوله وبتراقب هذه العمليه بان هي يعني يكون في كنترول بشكل اكبر للحفاظ على الاسره المصريه والحفاظ على السلوك العام والذوق العام المصري. لان النهارده بنواجه مشكله خطيره جدا يا استاذ احمد. النهارده بتبقى قاعد بتتفرج او فاتح اليوتيوب او فاتح بتبص تلاقي مناظر وبتلاقي ناس بتطلع تتكلم في مشاكل، وللاسف احنا بنلاقي مشاهير عندنا هنا في مصر سواء كان في الفن او في اي مجال بيطلعوا بشكل يعني مخزي جدا وشكل مؤسف جدا، وبيعملوا حركات ايحائيه بشكل فاضح. وللاسف لما نبص الناس دي هي احنا سايبينهم ليه؟ الممثله الفنانيه اللي طالعه ولابسه عري وبتوري مفاتن جسمها للناس، احنا سايبينها ليه؟ احنا منتظرين ايه؟ لما تقعد سنه واتنين شغاله على وسائل التواصل الاجتماعي وتفسد اخلاق 1000 شاب ولا مليون شاب مصري؟ لازم يكون في كنترول، ولازم يكون في رقابه، ولازم يكون في محاسبه لاي حد بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. طيب بما اننا من شويه اتكلمنا عن موضوع الحياد وقد ايه لازم يكون الاعلامي محايد، بعد المصالحه الاخيره المصريه القطريه ما زالت لحد الان الجزيره تهاجم مصر وبشده. أيوة. بدون اي حياد، بدون اي رقابه، بدون اي شيء. يعني حاجه زي كده المفروض نتحكم فيها ازاي؟ دي ما فيهاش حياد اصلا. حتة انا عارف. يعني بصي احنا كنا نازلنا بوست فتره المصالحه. طبعا بص، سياسات الدوله المصريه احنا مع كل سياسات الدوله المصريه، لاننا احنا كمواطنين مهما كنا عارفين مش هنعرف اللي في الكواليس. أكيد. وما اعتقدش القياده السياسيه عندنا لما بتوافق على موضوع زي موضوع المصالحه. تمام. كنا نازلين بوست بنقول ايه؟ اذا اضطرينا للمصلحه وجبت المصالحه. فاعتقد ان لو مصر او القياده السياسيه مش شايفه انه هذا الاجراء هو في صالح الدوله المصريه، هي ما كانتش وقعت على المصالحه مع هذه الدوله. أكيد. لكن النهارده ايه اللي يهمني انا كمواطن، وايه اللي يهمني انا كدوله؟ اللي يهمني ان يكون في مصداقيه بعد التوقيع. النهارده ما فيش اي مصداقيه. قناه الجزيره الارهابيه بتمس سمومها 24 ساعه صدح. يعني لسه 24 ساعه بتجيب الناس الجماعات الارهابيه اللي هي بتمولهم ويجيبوهم في القنوات ويبداوا يتكلموا عن مصر ويتكلموا عن القياده السياسيه. في مواطنين مصريين بصوت جدا بيصدقوا
مش مصدقهم عايشين نايمين على الجزيره وفاكرين ان يعني اخبارها صح، مع ان هم لو ركزوا شويه هيلاقوا كل الاخبار ماشيه في اتجاه واحد ما بتتغيرش. عارفه ليه؟ ما بتجيبش ولا حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، هي حاجه وحشه بس. عارفه ليه؟ ده انا بسميه قله وعي وتقصير مننا كاعلاميين في البرامج بتاعتنا. لو احنا بنطلع نتكلم مع الناس ونفهمهم ما هيبقاش عندهم الجزئيه دي. مش في دايما حاجه بنقول عليها الممنوع مرغوب؟ أكيد. وفي حاجه كل قاعده ولها شواذ ولها استثناء. قناه الجزيره عشان بيجيب لك يعني بمعنى صح، انت برنامج حضرتك يا استاذ ضحى بيتكلم على برنامج اجتماعي، برنامج بيتكلم في حاجات مجالات كتيره جدا، بس عندك هدف وعندك محتوى عايز تفيد فيه الدوله المصريه، صح كده؟ لو جيتي فجاه وعملتي حاجه ضد كده خالص ورحتي مقدمه فقره وجايبه ضيف وهاجمتي وعملتي انت خرجتي عن المألوف عنك، صح كده؟ فهي قناه الجزيره معتمده على الموضوع ده اللي هو الممنوع مرغوب. انا عارفه ان النهارده ادخل قناه الجزيره وهذه القنوات اللي بتبثها الدول المعاديه تمام، دي قنوات ارهابيه. يعني انا بتكلم على دوله قطر وبقولها بعين وصوتي وامام الدنيا كلها، دي يعني قناه الجزيره هي الاساس، واخد بالك؟ والدوله هي منبثقه من قناه الجزيره، يعني احنا العالم كله بيتكلم على قناه الجزيره ان هي دوله قطر، عكس اي دوله تانية ان هي بتبقى الاساس وينبثق منها منابر اعلاميه محترمه بتخاطب العالم كله. فاعتقد ان الحياديه مش مطلوبه مننا كاعلاميين ان احنا نفضل نتكلم ونطبطب معاهم، ولكن احنا بنلتزم بادب الحوار. احنا بنقول هذه القناه تبث برامج وتبث محتويات غير هادفه ومسيئه لكل الدول وتعادي الدول العربيه وتعادي الدوله المصريه بشكل كبير جدا، واحنا ضد ده تماما، ولازم ندافع عن دولتنا، لازم ندافع عن شعوبنا، لازم ندافع عن ابنائنا، ندافع عن ابنائنا وندافع عن مجتمعنا، ان احنا نوعي الناس دي ونقول لهم لا تعالوا احنا القانون بتاعنا بيقول 1 2 3، احنا دولتنا فيها 1 2 3 وفيها اجابات وفيها تطوير، وهثبت لك وهنزل بالكاميرا بتاعت البرنامج بتاعتي وهروح واصور لك الطريق الفلاني واصور لك المنتجع السياحي واصور لك المشروعات القوميه اللي بتعملها البلد، وهدي لك ارقام واقول لك انا عندي انجازات 1 2 3. استاذه ضحى انت شفتي قناه من القنوات دي على مدار 24 ساعة بيطلع يتكلم على حاجة إيجابية واحدة في المجتمع المصري؟ أكيد. حاجة إيجابية واحدة؟ يعني هي مصر سواد؟ إحنا ما عندناش حاجة حلوة خالص؟ مش ممكن. طيب بما أننا فتحنا سيرة الدول العربية في المطلق، إيه هو دور الإعلام في دعم العلاقات العربية المصرية العربية؟ إزاي نقدر باللي إحنا بنقوله بكلامنا ببرامجنا بمسلسلاتنا وأفلامنا، اللي الفن يعتبر لغة من لغات الإعلام أصلاً، طبعاً. إزاي نقدر ندعم علاقاتنا كعرب مع بعض؟ برافو عليك، السؤال مهم جداً جداً. دور الفن ودور الإعلام ودور كل المجالات المختلفة وخاصة اللي بتحافظ على وعي المجتمع هي نشر الوعي الثقافي والمجتمعي في الدول العربية. احنا دورنا كلنا، الفن رسالة اكيد، والفن من اكتر الحاجات اللي بتوصل للمشاهد. مين فينا ما بيحبش يسمع اغاني؟ مين فينا ما بيحبش يتفرج على افلام ومسلسلات؟ اقرب حاجة لنا التلفزيون، وسائل التواصل اللي بنشوف عليها الحاجات دي. وبالتالي النهاردة ان انا لو شفت محتوى كويس بيتكلم عن عادات وتقاليد دولة معينة، لو عملت انتاج مشترك ما بين مصر وما بين دولة المغرب وما بين الجزائر وما بين الدول دي، هنبدأ من خلال هذا المحتوى ان انا مش المشاركه في الانتاج ان انا اجيب الممثل الفلاني جمال سليمان ولا الممثل بتاع سوريا ولا بتاع لبنان واقول له تعالى اتفضل اشتغل معانا في عمل مصري وقيم هنا في مصر، لا انا مش عايز كده. انا عايز انتاج مشترك من التلفزيون المصري ومن رجال الاعمال والمستثمرين والمنتجين، عايز المؤلفين والكتاب يكتبوا قصص وواقع بيدل على الشراكه وعلى العلاقات الدامجه ما بين الدول العربيه وبعضها على مدار سنوات كتيرة جدا. احنا عندنا علاقات مع كل الدول العربية ممتازة، ولكن للأسف احنا المواطن مش عارف الكلام ده. استاذة ضحى، احنا 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 بيننا وبين الجزائر مثلا كمثال مثلا علاقات وطيدة جدا، وقفنا معاهم في حاجات كتيرة جدا، وهي دولة شقيقة وبنجل لها كل احترام وتقدير. لما يجي النهارده بسبب ماتش كورة يحصل تمام، ويبدأ النهارده الجماهير تهيجي على بعضها زي ما احنا شفنا قبل كده وتابعنا، ويبدأ الجمهور الجزائري يقول على المصريين دول كذا، ونبدا احنا كجماهير وبنشجع الكوره وبنحب الكوره متعصبين نقول على الشعب الجزائري شعب متعصب. ده ليه؟ ده لان احنا ما نعرفش حاجه عن هذه الدوله، ما نعرفش حاجه عن العادات والتقاليد بتاعه دوله الجزائر، ما نعرفش الاماكن السياحيه والاثريه اللي موجوده في الجزائر، ما نعرفش حاجات كتيره جدا. انا النهارده لو مواطن مصري
اعرف مثلا دوله زي دوله السعوديه، زي المغرب، زي الكويت، كل الدول دي، اعرف ايه عن عادات والتقاليد بتاعتهم، هم يعرفوا ايه عن عاداته والتقاليد بتاعتهم. لو احنا في تقارب في العادات وفي التقاليد، هيبقى في حاجه اسمها مشاركه مجتمعيه، وبناء على المشاركه المجتمعيه هنبدا ان احنا نتشارك في كل حاجه. هنتشارك في الاستثمار، هنتشارك في ان احنا نشجع ان يكون في سياحه عربيه، هنتشارك ان يكون في وحده عربيه، وحده قوميه في حاجات كتيره جدا، هنتشارك في ان احنا حتى لما يكون في خلاف ما بين دوله عربيه اخرى، مفيش احنا بنقول كل الدول على مستوى العالم احيانا بيحصل خلافات، ممكن ان احنا نشوفها زي ما احنا بنشوف دلوقتي الخلاف ما بين قطر ومن بعض الدول العربيه عشان الانتهاكات اللي هي بتعملها، وفي بعض الخلافات بتبقى خلف الكواليس، لا انا ولا حضرتك ولا اي حد يعرفها. لو احنا النهارده كمواطنين بنعرف بعض وعارفين ان احنا الشعب المغربي ده شعب بيحب الشعب المصري جدا، والشعب المصري بيحب المغاربه جدا، وبنحب الدول العربيه وبنحب وهم بيحبونا، لما يحصل حتى مشكله مش هيبقى في تعصب مننا ضد الشعب القطري ولا ضد الشعب الاماراتي ولا ضد الشعب، ليه؟ لان احنا عارفين الشعب ده كويس، ولكن ده خلاف سياسي وان شاء الله وارد ان هو يتحل بجهود القيادات السياسيه على رؤوس الدولتين. تمام. لكن طول ما احنا بعاد عن بعض ومش عارفين حاجه عن بعض، اعتقد ان هتبقى في مشاكل كتيره جدا ومش هنقدر نتغلب على الموضوع ده. ده بالنسبه لدور ايه؟ ده بالنسبه لدور الفن. دور الاعلام نفس الموضوع، ولكن بقى ايه؟ خلينا نقول احنا بنفتقد لبعض القنوات او لبعض البرامج اللي بتشتغل على المستوى العالمي. بالظبط. يعني النهارده مثلا لما كنت بشتغل عندي بفكر، اول ما فكرت ان اعمل اشتغل في الميديا والاعلام، ركزت وقلت لا انا هشتغل على نشر الوعي الثقافي المجتمعي، فهعمل برنامج اسمه كذا بيتكلم على الوطن العربي، خلصت البرنامج هخش البرنامج الثاني بيتكلم على الوطن. ايه الهدف من الموضوع؟ الهدف ان هو حته ان انا يبقى في وعي، اعرف البلاد دي عارفش عن حاجه، هم يعرفوني، يبقى في مشاركه، في استثمار، في 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 في. احنا لما نتحد القوه بتيجي من الاتحاد ده. أكيد. لو احنا اتحدنا كدول عربيه وعملنا قناه واحده زي البي بي سي والسي ان اي والقنوات دي، هو ده اللي وصلنا ان احنا اجابتنا نفرضها على الاخر، هيعرفوا عننا حاجات حلوه كتير جدا. هقطعك في الموضوع ده عشان ده سؤال طويل. طيب. بما اننا كنا وطن عربي، نطلع بقى للتواصل للعالم بره. احنا لغايه دلوقتي اي فيلم هوليوود تحفه ورائع والناس كلها تتفرج عليه يجيبوا مصر، لغايه دلوقتي مصر ماشيه بالجمل في الصحراء، كلنا لابسين مش عارفه اسمها ايه اللي بيغطوا بيها وشهم، يا مش عارفه الوطن العربي الخليج هم كلهم اثريه وماشيين بالجلباب بس وماشيين بالجمال. جماعه احنا عندنا مدن وعندنا مباني، احنا زيكم على فكره، احنا مش كده. احنا ليه مش عندنا حاجه زي سي ان ان والبي بي سي توصلنا كوطن عربي للناس التانية؟ احنا موجودين على فكره عايشين وعندنا مباني وعندنا ناطحات سحاب وعندنا مباني رائعه. الامارات لغايه دلوقتي بيقولوا عليها باريس العرب لان هي احسن دوله عربيه في التطور والتكنولوجيا. لا احنا واصلين، احنا كويسين يا جماعه، بس عايزينكم تعرفوا عننا حاجه. فاحنا ليه لغايه دلوقتي ما حاولناش نعمل حاجه توصل الوطن العربي للعالم اللي بره، بره القشره اللي احنا عايشين فيها، تفهمهم ان احنا كذا دوله وكل دوله بتتكلم بلغه عربي بس مختلفه عن الثانيه، كل واحده ليها حضاره، كل واحده ليها ثقافه. والله المقترح اللي حضرتك بتقوليه ده يمكن اتكلمنا فيه قبل كده كتير، وقلنا يا جماعه احنا لابد ان الدوله المصريه والدول العربيه والجهات المسؤوله في الاعلام في كل الدول لازم نبص على الجزئيه دي بشكل كبير جدا، لازم نعمل عمليه فلتره للاعلام بشكل عام. بالزبط. لازم نبص على الاعلاميين اللي بيشتغلوا في المجالات المختلفه واللي هدفهم بناء الاوطان، ونبدا ان احنا نتكاتف مع الناس ديت ونتعاون معاهم ونعمل برامج بتدعم فكره الوحده العربيه والقومية العربيه وفكره يعني دعم العلاقات ما بين الدول العربيه وبعضها. ده رقم واحد. رقم اتنين ان احنا لازم يكون عندنا منصه اعلاميه عالميه، وانا بناشد كل الجهات المسؤوله في الدوله المصريه، ارجوكم يا ريت يكون في انتاج على مستوى عالي جدا. ده احنا لو عملنا يعني لو ناشدنا رجال الاعمال والمستثمرين اللي هم بيروحوا ينتجوا ويفتحوا قنوات خاصه كتير جدا موجودين عندنا في مصر واحنا معروفين بالاسماء، لو ناشدنا بعض المستثمرين اللي لهم مصالح في الدول العربيه، لو ناشدنا بعض رجال الاعمال اللي يتمنوا ان هم يدفعوا ملايين في مقابل ارضاء الدوله المصريه ومحاربة الفساد ومحاربة الإعلام الشر ومحاربة الناس دي كلها، الناس دي أعتقد مش هتأثر ومش هتتخاذل وهتتعاون مع الدولة المصرية، وننتج بقى برنامج يعني نتكلم فيه ونوصل الحاجات دي. أول النهاردة مين أنا هفضل أتكلم 24 ساعة في الإنجازات والإجابات اللي موجودة فيها في مصر؟ خلينا نتكلم بصراحة، مين هيشوفني غير جزء بسيط من الشعب المصري أو الشعب العربي؟
انا عايز العالم يشوفني، عايز الناس اللي زي ما حضرتك بتقولي يا استاذه ضحى واخدين علينا فكره مش كويسه، لازم يشوفوا بقى مصر. ناس كتير جدا بتصدر ان مصر فيها ظلم وما فيهاش عداله اجتماعيه وفيها فساد وفيها مش عارف ايه. لا هم واخدين فكره اصلا ان احنا عباره عن اهرامات وصحراء اصلا، يعني مش موجودين. هو مش الدرجه دي، هم مش هم هم ما عندهمش معلومات عنك بالظبط. ما ده اللي انا بقوله، الاعلام تعريفه البسيط المبسط نقل المعلومات. فين المعلومات اللي هم عندهم يعني عندهم عننا؟ يبقى لازم يبقى لازم يبقى لازم زي ما بقول لحضرتك كده نعمل، يبقى عندنا منصه اعلاميه، نعمل قناه مشتركه ما بيننا وبين بعض الدول العربيه، ويكون تمويلها من الدول العربيه بالشراكه مع بعض، ويبقى لها تواجد ولها تمويل بشكل كبير جدا. نبدا نختار بعض الاعلاميين من الدول العربيه، ده مقترح بنقدمه من خلال برنامجك، ونبدا نشتغل على هذه الفكره واحياء هذه الفكره. طبعا انا موافقه جدا طبعا، ويا ريت تشغلوني معاكم وتبقى القناه دي شغاله او البرنامج ده شغال. نخليه بقى قناه عشان يبقى على مستوى دولي، نخلي القناه دي شغاله بكل لغات العالم. أكيد. تتكلم بالاسباني وتتكلم بالالماني وتتكلم بالايطالي وتتكلم بالانجليش وتتكلم باللغه العربيه، فيها كل البرامج اللي هي بتستهدف كل فئات المجتمع على مستوى الدول العربيه والاجنبيه. دي فكره جميله جدا. مين بقى اللي يبدا يحط حجر الاساس في الموضوع ده؟ مين يبدا يقدم مبادره لبعض المسؤولين ويقول لهم والله احنا بنفكر ان احنا كده، وهل لو قدمنا المبادرات دي هنلاقي دعم؟ يا ريت. الموضوع اتمنى ذلك. يعني احنا قدمنا المبادره ويا رب حد ياخد خطوه في الحوار ده، ويا ريت ياخدوني معاهم. انا موافقه جدا. ياخدونا بقى كلنا. بالظبط. طيب نركب الطياره من العالم كله ونرجع لمصر تاني. تمام. دور الاعلام او معنى ممكن اقول بمعنى ادق القنوات الرسميه في مصر تفتقد بعض المهنيه في زي ما بيقولوا كده في سرد كل الانجازات الموجوده في مصر او كل المستحدثات اللي بتحصل في مصر حاليا. ايه تعليق حضرتك على الموضوع ده؟ تعليقي على الجزئيه دي انت بتتكلمي فيها، احنا ما نقولش بقى ان هي بتفتقد، ان هي الانجازات موجوده تمام، بس ما بعدش هي المشكله كلها. لا هي ممكن يتم ان انا اغطي مثلا افتتاح مشروع او تغطيه مؤتمر للسيادة الرئيس او للحكومه او لمجلس الوزراء او الكلام ده كله، ولكن هو بيعملها في سياق مثلا تقرير او يعرض المؤتمر على الشاشه لمده ساعه ولا ساعتين ولا الكلام ده بيحصل. لكن مش هو ده المقصود من ان احنا ان انا السرد هنا سرد المعلومات، ان انا اوصل للمواطن واحسسه بالامان واحسسه بان هو فعلا بالمصداقيه وانا بقول له المعلومه. لما اجي اكلمه على الانجازات بتاعتي ما يطلعش برنامج وما يطلعش اعلامي يتكلم بيقول لك والله اصل القطار السريع هيكلف 350 مليار جنيه وهذا الخط طوله مش عارف 1000 كيلو متر ويمتد من المكان الفلاني للمكان العلاني، ويطلع في نفس القناه اعلامي اخر يطلع يقول ارقام واحصائيات خطا. هنا ده اسمه تضارب. ده بيفقد المصداقيه عند المشاهد. بالظبط. انا النهارده قاعد شايف القنوات الرسمية في الدولة بتطلع لي أرقام وبتجيب لي مشاهد مش في الواقع، وشايف قنوات تانية بتطلع أرقام وإحصائيات هي برضو مش في الواقع، بس بتضربني أنا فيها، بتلعب على الجزئية اللي أنا بفتقدها في المهنية بتاعتي والمصداقية مع المشاهد، وتلعب على عواطف المواطن المصري وتبدأ تقول له بص شفت القناة الفلانية والإعلام الفلاني الاتنين قالوا إيه، فالاتنين خطأ، خد بقى المعلومة وتديله معلومة خطأ بس بشكل بقى دسم عشان تقنعه، وهي عارفه ان خلفيته او الوعي عنده في حته الثقافه العامه في الموضوع ده. بتبقى المصلحه مش ان انا اقول المعلومه للمشاهد عشان اضرب ويبقى في منافسه بيني وبين القنوات الثانيه، دي الفكره. بالظبط. طب نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. بص مش كل الناس اللي بتشتغل في المجال الاعلامي خريجين اعلام. في ناس خريجه ايا كان الكليه ايه مش اعلام، بس عندهم الكواليتيز او الصفات اللي تؤهله ان هو يبقى اعلام. وفي ناس خريجه اعلام بس برضو ما عندهاش الصفات اللي تؤهلها للعمل الاعلامي. فالموضوع مش محسوب بالدراسه، محسوب بشويه تركيز، ثقافه، حبه دراسه. لو عايز تكمل في المشوار وقابلتي يعني قدرة. ازاي
بنعرف نفرق بين الاثنين نقول ده فعلا ينفع يبقى اعلامي ده فعلا ما ينفعش. الجوده في العمل الاعلامي بتاعه يطلعها ازاي يقدر يحكم على نفسه يقول انا العمل ده بجد هيفيد المجتمع وهيفيد الناس اللي بقول لها عليه وهيفيدني انا شخصيا في مسيرتي وكاريري. تمام. سؤالك كويس جدا واجابته بقى هتاخد كذا محور. هنتكلم في الجزء الاولانيه الجوده في العمل الاعلامي بتتطلب ايه بالظبط. تمام. وازاي ان انا اطلع النهارده اعلامي يقدر يشتغل ويواجه الناس ويواجه الكاميرا ويواجه الجمهور بشكل كويس جدا ويقدم محتوى ويقدم ويعجب الناس ويكون عنده مصداقيه. وايه الفرق ما بين خريج الاعلام اللي بيشتغل بالفعل في الاعلام وخريج اي مؤهل اخر وحابب ان هو يشتغل في الاعلام؟ احنا بنتكلم بصراحه وبنقول ان الاعلامي مطلوب منه مواصفات معينه واللي كلنا عارفينها. بنقول ان هو لازم يكون عنده نولج بشكل كويس جدا، عنده معلومات في كل المجالات. عشان تكون اعلامي لازم تكون بتفهم في الاقتصاد، لازم تكون بتفهم في الكوره والرياضه، لازم تكون بتفهم في الفن، لازم تكون بتفهم في السياسه، لازم تفهم في كل المعلومات، لازم يكون ذهنك ده حاضر ولازم تكون مواكب العصر في كل حاجه. تقرا كتير، ثقف نفسك كتير، اقرا كتير، اطلع كتير، حاول يبقى ليك مصادر في كل المجالات عشان بقدر الامكان تطلع تتكلم في اي موضوع عندك معلومات حاضره في دماغك تقدر ترد وتقدر تقول وتقدر تقيم الحجه على الناس اللي بتعارض وعلى الناس اللي بتقول وعلى الناس اللي بتحارب. تمام. بالظبط. مطلوب كمان في الاعلامي بجانب المعرفه مطلوب السكيلز اللي هي المهارات. لازم يكون عندك مهارات. طب المهارات بتيجي منين؟ بتيجي ممكن من التدريب، بتيجي من الدراسه، بتيجي من حاجات تانية كتير. تمام. بالاضافه بقى للباقه والشياكه والكاريزما والحضور وحاجات كتيره جدا هفضل اعديلك فيها. كل ده مطلوب في الشخص الاعلامي بغض النظر عن مؤهله، هل هو خريج اعلام او خريج اي مؤهل اخر. احنا عندنا في الدوله المصريه احنا بنتكلم ان احنا في هذه الفتره وهي فتره الديمقراطيه في كل المجالات، فالدنيا مفتوحه عندنا في مصر. الجهات الرقابيه عامله تنسيق بشكل محترم جدا ومديه الفرص لكل الناس ان هي تشتغل في هذا المجال، ولكن محتاجين مننا ان احنا نلتزم بسياق معين وخطوات معينه وان هو يكون في كنترول على المحتويات اللي احنا بنعملها، وده لازم احنا نلتزم بيه. تمام. فالجوده في العمل الاعلامي مطلوبه مش شرط بس من خريج كليه الاعلام، لا ممكن انك انت تكوني خريجه بكالوريوس تجاره او اي مؤهل تاني. اشتغل على نفسك كتير جدا في موضوع التدريب، خدي كورسات كتير جدا، حاولي تتعلمي، حاولي تتدربي على الشغل اللي انت بتتكلمي عليه، حاولي تفهمي يعني ايه اعلام المان وان شو. انك انت ما ينفعش النهارده تكوني حضرتك مقدمه برامج تلفزيونيه بتطلعي مذيعه قد الدنيا وموجوده في قناه فضائيه وبتخاطب العالم والدنيا كلها بتشوفك. تمام. وانت مجرد انك انت بتطلعي بتتكلمي في اربع خمس اسئله هتقوليهم للضيف وشكرا، وبعد ما بخلص الحلقه انا ماليش علاقه بالميديا ولا ليش علاقه. ما ينفعش الكلام ده. لازم يكون عندك خلفيه في شغل الاخراج، الناس اللي بتصورنا هنا يعني ايه زوم ان ويعني ايه زوم اوت ويعني ايه الكاميرا تجيبك لونج ويعني ايه تجيبك ميديم. لازم تكوني فاهمه الكلام ده. تعرفي ازاي تسرق الكاميرا، لازم تكوني فاهمه الكلام ده. تعرفي تشتغلي في شغل حتى المونتاج، لازم على الاقل النهارده تخشي تتعلمي تشوفي البرامج الخاصه بموضوع المونتاج عشان تقدري تجمعي صوره مع فيديو مع كذا وتعملي محتوى خاص بيك انت على قناتك الشخصيه على صفحتك، ما تعتمديش على برنامجك اللي انت بتعمليه اسبوعي او الكلام ده. لازم تتعلمي كمان موضوع انك انت ازاي تكتبي خبر صحفي عشان خاطر لما تشتغلي في برامج معينه او انا اشتغلت في البرنامج بتاعي اقدر النهارده اغطي البرنامج بتاعي باخبار احطها على بعض المواقع الالكترونيه او الجرائد الموجوده عندنا هنا في مصر او في الدول العربيه. تمام. اذا احنا مطلوب مننا حته ان الاعلامي مطلوب منه العلاقات العامه. انا النهارده لو انا اعلامي وما عنديش حته ان انا ليا علاقات عامه بناس كتير جدا في جميع التخصصات برنامجي عمره ما هيكون ناجح. هقدر ازاي ان انا اجيب ناس في الفن وهقدر الناس استضيف ناس في الاقتصاد هعتمد على المعد بتاعي كويس كويس لما يكون معايا معد في البرنامج شاطر، لكن انا وظيفتي انا برضو انا اشتغل انا بكون رقيب. كتير جدا من الناس اللي بيجوا لنا هنا يضيفوا البرامج بتاعتنا والمشاهير هم وبيجي رقم واحد، ممكن ما يفرقش معاه القناه ولا يفرق معاه البرنامج مدته قد ايه ولا يفرق معاه، لكن يفرق معاه مين المذيع او المذيعه اللي انا هقعد قدامها او قدامه وهيحاورني، تفرق معاهم جامد جدا. فاذا انا النهارده مطلوب مني ان يكون عندي شبكه علاقات كبيره جدا في كافه المبادئ، عندي علاقات حكوميه اقدر النهارده حتى من خلال برنامجي واحد يتصل بيا على الهواء يقول لي والله انا عندي مشكله في الموضوع الفلاني في كذا. انت ممكن اصلا ما تعرضيش المشكله على البرنامج في البرنامج بتاعك وبعلاقاتك تعملي تواصل. ده الحاجات دي انا عملتها بالفعل وجربتها وكتير جدا كانت بتعرض عليا مشاكل يا استاذه ضحى والله العظيم،
والمشاكل دي لو انا عرضتها في البرنامج بتاعي لتعمل ترند بسبب السلبيات اللي موجوده من موظف حكومي او موظف في قطاع خاص ضد المواطن. لكن انا ما بعملش كده على طول. ليه علاقه بمسؤول في الجهه ديت؟ مشكلتك مع وزاره الري، مشكلتك مع وزاره الصحه، مشكلتك مع وزاره الاسكان، مين المسؤول في الموضوع ده؟ انا اعرف مين، ابدا اتصل انا كذا عايزين نحل الموضوع ده، وبلاقي تجاوب. الناس بتقدر الاعلام وبتقدر الاعلاميين اللي عندهم محتوى وبتقدر تقدر الاعلامي المحترم اكيد. تمام. فده دي جزئيه كبيره جدا. اعلام المان وان شو ده مطلوب مننا كلنا. لازم يكون عنده مهاره، لازم يكون عنده معلومات، لازم يتمتع بالخبره الكافيه في المجالات الكتيره قوي في التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، الصحافه، الكلام ده كله. ده بخلاف كمان موضوع العلاقات العامه، ده مطلوب بنسبه 100%. طب الفرصه بتيجي ازاي؟ فكره ان حد شايف ان عنده المهارات الكافيه ومش عارف ياخد فرصته ان هو يطلعها، سوق بقى هو مثلا من محافظه تانية مش من القاهره ومين لي كل حاجه في القاهره دلوقتي، فصعوبه السفر مثلا، او مش عارف يسافر مخصوص يلف في كعب داير على كل القنوات عشان ياخدوا السي في بتاعه، او اصلا مش عارف ياخد الفرصه ان هو يدخل القنوات دي مدينه الانتاج الاعلامي عشان يديهم السي في، يا جماعه انا هنا انا عندي كذا وكذا وبشتغل كذا وانا شاطر جدا، ياخدوا الفرصه ازاي؟ يا استاذ ضحى، الفرصه موجوده. احنا مفيش وظائف دلوقتي أكيد. عشان نتكلم في انه في وظائف، احنا كلنا مش موظفين، احنا كلنا بنشتغل على يعني واحد من الناس موظف في الدوله في مجال معين في قطاع ملوش علاقه بالاعلام تماما، وخريج مؤهل ليس له، وانا بقولها اهوت يمكن الناس اول مره تعرف الكلام ده، خريج بكالوريوس تجاره وبعد كده في ماجستير في جامعه عين شمس في قسم الاقتصاد والعلوم البيئيه والاداريه، وبشتغل في قطاع مختلف تماما في قطاع البترول وكل ده، بس انا عندي موهبه عايز ألم الموهبة، عايز أشتغل في الموهبة. ببدأ أمشي رقم واحد إن أنا أخد الإذن والتصريح من الجهات المعنية والجهة الوظيفية بتاعتي، وأبدأ أقول للناس أنا حابب إن أنا أشتغل في المجال دوت وعندي محتوى عايز أقدمه وعندي فكرة هتفيد المجتمع وهتفيد المواطن بشكل كويس وعايز أعملها. ببدأ بعد كده أدور، طب أنا عايز أنمي مهاراتي، أنمي مهاراتي إزاي؟ يعني أنا عندي الموهبة وعندي كل حاجة وخدت الموافقات إن أنا أخش المجال ده. في اماكن كتير جدا عندنا في مصر هنا بتدي دورات تدريبيه في مجال الاعلام والاذاعه والصحافه وكل الحاجات دي، تبقى عندهم مصداقيه وبيجيبوا ناس يعني نقدر نثق فيهم 100%، هيديكوا المعلومه بشكل صحيح، هيدربك عملي بشكل صحيح، هيفهمك يعني ايه اعلام، هيفهمك يعني ايه صحافه، هيفهمك يعني ايه خبر، هيفهمك ازاي تكون محرر صحفي، هيفهمك حاجات كتير جدا، وهيفهم يعني هيبدا يدربك كمان على موضوع الشغل الخاص بالمونتاج والكلام ده كله. فده موجود عندنا، مفيش حته الوظيفه ان النهارده خريج الاعلام زيه زي بتاع بكالوريوس تجاره، زيه زي هندسه، زي اي حد عايز يخش اعلام، في طرق رسميه وشرعيه موجوده عندنا في نقابه الاعلاميين والاجهزه الرقابيه المختلفه نقدر نمشي فيها. ولكن عمر الجهات المسؤوله في الدوله ما هتوافق على واحد طالع النهارده وهو تاريخه مش كويس او عنده سوابق في حاجات معينه او عنده او ما عندوش نولج ومعرفه في حاجات كتير جدا فيطلع يلخبط الدنيا في حاجات معينه. بيبقى في مراجعه، وان كان في تقصير في بعض الاحيان امام بعض الناس اللي بتطلع في بعض البرامج وما بيكونش عندها لا محتوى ولا كاريزما ولا حضور وتطلع تخبط في اي حاجه مجرد ان هو معاه سبونسر ينتج له البرنامج بتاعه فبيطلع على القناه. لا، في الوقت الحالي عندنا نقابه الاعلاميين وعندنا المجلس الاعلى للاعلام وعندنا جهات كتير جدا في الدوله شايفين شغلهم على اكمل وجه، وما فيش 90% او 99% من الاعلاميين بيطلعوا اوراقهم موجوده في نقابه الاعلاميين وبيطلعوا الكارنيه بشكل رسمي، سواء كنت خريج اعلام فانت بتشتغل بالكارنيه بتاعك، مش خريج اعلام بتعمل كارنيه مزاوله مهنه بتاخده فترات معينه طول ما انت شغال في هذا المجال. فده موجود عندنا، التدريب موجود عندنا. المهم بقى انت بتسعى ولا ما بتسعاش، انت كاعلامي النهارده بتسعي ولا ما بتسعيش، انا عايزه استفاد ولا ما استفادش، مين فينا انا محتاج اي حد يطلع من طلبه الاعلام. احنا انا عندي في البرنامج بتاعي 5-6 خريجين كليه الاعلام بقالهم سنه شغالين في الاعداد وكده، هم شاطرين جدا في الاعداد بس مش شاطرين في ان هو يطلع يشتغل مراسل او يبقى معايا في الاستوديو او الكلام ده. خلاص، هو الاعلام واقف بس على ان انا اكون مقدم برامج؟ لا، ده في اعداد، في علاقات عامه، في ماركتنج، في يعني سوشيال ميديا، في حاجات كتير جدا بتشمل في الاعلام. كل واحد فينا عنده حته معينه هو مميز فيها، اشتغل على الجزء اللي انت مميز فيه وان شاء الله هتبقى ناجح. ودايما عشان تبقى اعلامي ناجح عرض
او اعرض محتواك واعرض نفسك للتقييم. انا النهارده لو استاذ ضحى عجبتني ببرنامجها بعد ما طلعنا النهارده ان هي عملت معايا حوار النهارده لو ما ادتنيش تقييم حتى لو التقييم ده 2 على 10 تمام انا ما ببقاش مبسوط. ليه؟ وبمصداقيه تامه. ليه؟ التقييم ده بيبدا يبين ايه القصور اللي انا قدمته النهارده وانا مع الاستاذ، هل انا قلت معلومات خاطئه، هل النهارده انا ما اتكلمتش بشكل كويس، هل انا الكلام اللي انا قلته فيه نوع من الكذب من الرياء من النفاق هل الكلام اللي انا قلته فاد الناس ولا فاد؟ ما هو ده تقييم. هل انت هو الاعلامي كده بيبدا المشاهد يشوفك. على فكره انت ممكن برنامجك يعمل نسب مشاهده عاليه جدا وتركب الترند وانت بتتكلمي في محتوى ساخر وبتتكلمي في حاجات سفهات تمام ملهاش علاقه لا بفن ولا رساله ولا اهداف ولا ولا ولا، مجرد ان انا النهارده عملت مشكله وحطيتها على السوشيال ميديا وفرقعت والاستاذه ضحى. بس صدقيني هتوصلي لفتره معينه وفي الاخر ولا حاجه. بالظبط الاعلامي الصح اللي بيشتغل صح اشتغل على نفسه. فكرني بعد الحلقه اخد منك التقييم. ايوه 6 على 10. شكرا. لا ده مش تقييم انت ده انا. لا 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 انت ده انا. لا ده تقييم 10 على 10 الصراحه. لا تسلم تسلم والله. للاسف الحلقه بتاعتنا خلصت، فيعني نشكر حضرتك جدا بوجودك معانا النهارده. كان معانا دكتور عبد الباقي عزوز المستشار الاعلامي المتحدث الرسمي للمؤتمر العربي للجوده. اخر حاجه ممكن اقولها في الحلقه النهارده، بطلوا ترددوا اشاعات لمجرد انها اشاعات بتفرقع. فكروا في المعلومه قبل ما تقولوها، ما تشيروش اي حاجه وخلاص، اقروا استنتجوا الاول واعرفوا ان ده صح ولا غلط، بعد كده قرروا انتوا عايزين تعملوا ايه بالمعلومه. كان معاكم ضحى نجاح في برنامج انا وضحى، استنونا كل يوم الاثنين الساعه 3 العصر على قناه الصحه والجمال.